كلاس ان شاء الله مع بعض. هنبدأ الكلاس دلوقتي مع بعض ان شاء الله. المجموعة اللي هتبدأ ديت هتكون ادكسل اونلي، المجموعة الجديدة. طبعا الفري سيشن كان المفروض ان انا، او في البداية دلوقتي ان شاء الله، هتكلم عن الديفرنسز ما بين كامبريدج وادكسل. ده كان سبوزد البداية بتاعتنا هتكون كده. طبعا الناس اللي بتريبيت، معظم الناس اكيد اللي بادئة دلوقتي معظمهم ريبيترز. فالناس اللي بتريبيت حاليا معظمهم كان اخد اول ترايل كانت كامبريدج. طيب ما تخافش، دونت بانيك، بالعكس ادكسل احسن بكتير جدا من كامبريدج. انت مش داخل على سيلبس جديد، لا، it is almost the same syllabus. يعني تقريبا they are sharing نفس الكونتنت. 90% من الكونتنت بتاع كامبريدج وادكسل are the same. ايه البريفليج اللي بيديها؟ انا هرد طبعا على اسئلتكم دلوقتي اللي عنده سؤال. ايه البريفليج اللي بيديها كامبريدج عن ادكسل؟ هنشوف ده مع بعض دلوقتي. او سوري، ادكسل بتديها عن كامبريدج. اولا التو اكزامز اوت اوف 200، يعني سواء الاو ليفل بتاع كامبريدج او الاو ليفل بتاع ادكسل. someone is asking a question. اوكي، سواء الاو ليفل بتاع كامبريدج او الاو ليفل بتاع ادكسل، الاثنين اوت اوف 200، سواء كامبريدج او ادكسل. ادكسل الميزه فيه ان الكيرف بتاعه اوطى، فبالتالي يعني ايه الكيرف اوطى؟ يعني ثريشولد بدايه الستار بتكون من ماينس 70 ماركس. ده كونسرنينج الادكسل. بالنسبه لكامبريدج طبعا احنا بنتكلم الستار يعني 50 ماركس، 20 ماركس، 25 ماركس. فالكيرف بتاع ادكسل نقدر نقول ان هو احسن بكتير جدا من الكيرف بتاع كامبريدج. فالستودنت ما بيكونش فيري ستريسد، ولو انه لازم يبذل مجهود. يعني ما ينفعش ادخل الامتحان وانا اوريدي يعني حاطط في بالي ان انا هنقص 50 درجه، فبالتالي ذس ويل ريزلت ان انا هنقص 100 درجه مش 50 درجه. المفروض ابقى داخل بنفس النفسيه اللي بدخل بيها كامبريدج، انا داخل الاكزام علشان اولموست ما نقصش. نفس الكلام بدخله في ادكسل، ولكن في ادكسل بكون نفسيا مستريح اكتر. يعني مش بيحصل لي بانيك لو لقيت سؤال صعب، يعني مش هو ده اللي هيضيع مني الستار. دي البوينت. في ادكسل التو بيبرز مقسومين 50% 50%، يعني كل بيبر از اوت اوف 100. فده يعني الموضوع بيكون احسن من كامبريدج. كامبريدج بيبر 2 اوت اوف 70 وبيبر 4 اوت اوف 130، فبالتالي مش مقسومه فار. فطبعا هيجيب درجات وحشه جدا في بيبر 4، دي هتاثر على الجريد بتاعه اكتر من بيبر 2 حتى لو هو مقفل بيبر 2. فده بيخلي برضو الاكزام بتاع ادكسل افضل من كامبريدج. طبعا ادكسل احنا بنمتحن 2 بيبرز، بيبر 1 اتش وبيبر 2 اتش، ده اللي احنا بنمتحنهم المفروض ان شاء الله. واحنا شغالين سيلابس ايه، يعني احنا شغالين ادكسل سيلابس ايه، ومعظم المدارس او كل مدارس تقريبا شغاله سيلابس ايه. والتو بيبرز بتوعنا هما بيبر 1 اتش وبيبر 2 اتش. ده اسماء البيبرز اللي احنا هنمتحنها. طيب احنا هنبراكتس في ايه؟ احنا هنبراكتس في بيبر 1 اتش ده ديورينج الكورس، وهنبراكتس في بيبر 2 اتش، وهنبراكتس في بيبر اسمها 3H وبيبر اسمها 4H. ايه ال 3H وال 4H؟ دي الاسماء القديمه بتاعت 1H وبتاعت 2H، تمام؟ فهنبراكتس من 1H ومن 2H ومن 3H ومن 4H، تمام؟ وكمان هنبراكتس من 1HR و2HR و3HR و4HR. اولا احنا مش هنمتحن ال HR ده، احنا جاست هنبراكتس منه، تمام؟ ال HR differs a lot عن ال syllabus بتاعنا. يعني ال HR فيه topics already احنا مش بناخدها، بس فيه topics common، فاحنا هنبراكتس في ال HR على topics common، تمام؟ طيب دي ال papers that we are going to practice from. يبقى احنا هنبراكتس من ال past papers بتاعة Excel 1H و 2H اللي already احنا هنمتحن فيهم، و 3H و 4H ده اسم 1H و 2H القديم، تمام؟ قبل السيلابس ابديتس اللي حصلت سنه 2017. وهنبراكتس في ال1 اتش ار وال2 اتش ار
وال 3 HR وال 4 HR. تمام؟ طيب نبدأ كده مع بعض أول درس في إديكسل النهاردة. أنا هبدأ درس جديد عن الناس اللي كانت بتعيد، اللي هي بتريبيت وكانت كامبريدج قبل كده، يعني ده يعتبر درس من الدروس اللي هي الموجودة في إديكسل ومش موجودة في كامبريدج. تمام؟ وهو درس سهل جدا جدا وبسيط جدا جدا. الدرس راح نشتغله النهاردة هو السيرتس. السيرتس اللي هي الروتس، simplifying roots. تمام؟ الدرس اللي احنا هنشتغله النهاردة هو السيرتس. تمام؟ it's about simplifying الـ about simplifying roots. تمام؟ how to simplify roots. by the way النهاردة الدرس بتاعنا هيكون صغير جدا، يعني مدته هتكون مثلا ساعة، ساعة لربع ان شاء الله، starting من الكلاس الجاي بإذن الله، واللي برضو هنحدد الميعاد بتاعه في نهاية الحصة ديت. هيكون الكلاس بتاعنا almost من ساعتين لثلاث ساعات، وهنتقابل ثلاث مرات في الأسبوع، وهنحدد الثلاث مرات مع بعض. تمام؟ يبقى احنا ان شاء الله هنتقابل ثلاث مرات في الأسبوع، كل مرة هتكون في حدود من ساعتين لثلاث ساعات، وهنحدد مواعيدهم في نهاية الايه؟ في نهاية الكلاس. أما الكلاس بتاع النهاردة هيكون صغير جدا، هنقضي لمدة ساعة أو ساعة وربع الشرح، وبعد كده إن شاء الله هتبقى الكلاسز بتاعتنا النورمال كلاسز بتاعتنا هتكون about 2 hours. السيردز أو هي الروتس إزاي simplify roots by addition and subtraction. تمام؟ ده أول part من الدرس، how to simplify asserts اللي هي roots by addition and subtraction. أنا بتعامل مع الروتس بالظبط زي ما تعامل مع الليترز بتاعت الالجبرا. يعني إيه؟ يعني for example لو أنا جيت قلت x plus x في الالجبرا ده هيساوي إيه؟ ردوا عليا في الشاتس، ده هيساوي إيه؟ بمنتهى البساطة يعني لو أنا قلت x plus x ده هيساوي إيه؟ by the way the interaction in my classes is very important. اوكي؟ هو مفروض في 13 في 12 participants، I want 12 answers. Yes. It will be what? It will be 2x. Okay? Miss, I sent that in the chat. Okay, my dear. هيبقى عندي x plus x بكام؟ ب 2x، تمام؟ نفس الكلام لو انا قلت root 2 plus root 2. root 2 plus root 2 هيطلع ايه؟ هيطلع 2 root 2، كأني بجمع x plus x. تمام؟ طب لو أنا جيت قلت 5 root 3 minus 2 root 3، كأني بقول 5x minus 2x. 5x minus 2x بكم؟ ب3x. يبقى نفس الكلام لو قلت 5 root 3 minus 2 root 3 الانسر هيطلع ايه؟ هيطلع 3 root 3. يبقى أنا لما باجي أتعامل مع السيردز في الادشن والسبتراكشن كأني بالظبط بتعامل مع اللترز بتاعة الالجبرا. I can add and subtract like terms. Like terms في الالجبرا كانت اللي ليهم the same letter raised to the same power، يعني x مع x. نفس الكلام في roots. في roots I can add and subtract. تمام؟ الthirds أو roots that are the same. يعني إيه؟ يعني I can add root 2 مع root 2. root 3 مع root 3 can be subtracted. لو أنا جيت قلت مثلا 7 root 5 مثلا plus root 5 this will be كام؟ will be 8 root 5. ليه؟ لأنهم like root 5 root 5. لكن أنا لو جيت قلت مثلا for example 2 root 11 minus root 10 can I simplify them؟ لا I cannot simplify them. ما أقدرش simplify them. ليه؟ لأنهم unlike. يبقى أنا I can simplify تمام الـ roots في حالة الـ addition والـ subtraction لما يكونوا إيه؟ equal، يعني root 2 مع root 2، root 3 مع root 3، root 5 مع root 5 and so on. تمام؟ وبسimplify them زي بالظبط لما بعمل simplifying letters، لما بقول x plus x equals 2x، 5x minus 2x equals to كام؟ 3x and so on. تمام؟ طيب حاجة تانية،
لو انا جيت قلت فور اكزامبل مثلا روت 8 بلس 5 روت 2، كان اي سمبليفاي ذم؟ بصوا بقى ركزوا معايا، طول ما يكون عندك، مادام عندك اللي تحت الروت از نوت برايم، يبقى لازم الاول تعمل تشيك على الكالكوليتر، تمام؟ معناه ان الروت ده از نوت سمبلست، الروت ده از نوت ايه سمبلست، فهقوم ادخل روت 8 على الكالكوليتر. هو ظاهريا روت 8 مع روت 2 كانوت بي سمبليفايد، تمام؟ بس انا ما اقدرش احكم دلوقتي ليه، لان روت 8 از نوت سمبلست، تمام؟ روت 8 لسه محتاج يتعمل له سمبليفاينج، اوكي؟ يبقى هعمل تشيك، هعمل روت 8 على الكالكوليتر، هيطلع عندي 2 روت 2 باي سمبلست. يس السمبلست بتاع روت 8 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 روت 2، يبقى then it will be 2 root 2 plus 5 root 2. باي. 2 root 2 plus 5 root 2 equals to 7 باي root 2. Is it clear? Okay. يبقى then أنا عندي 2 root 2 plus 5 root 2 equals to كام؟ equals to 7 root 2. يبقى انا عملت سمبليفاينج الاول روت 8 وبعد كده جمعت التو روتس بلس ايتش اذر، تمام؟ باي ذا واي في نصيحه عايز اقول لكم عليها، دايما واحنا شغالين during the class تكون بتكتب ورايا بالورقه والقلم في كراسه. later on ان شاء الله لما هنبدا، لما هنتفق على المواعيد، هيكون في جوجل كلاس روم، هتكون عليه كل الماتيريالز موجوده، وهيكون كل كلاس احنا بنشتغله مع بعض الريكورد بتاعه موجود على جوجل كلاس روم، بحيث انت لو حبيت ترجع للكلاس دوت ايه للكلاس دوت مره تانية، تمام؟ طيب نكمل مع بعض. لو انا عندي فور اكزامبل مثلا روت 27 ماينس 5 روت 3 هو توكن بتسالي؟ يس أي حبيبتي تفضلي. Do we are we able to use the calculator during the exam? Yes, we are able to. The two papers are calculator papers, 1H and 2H, unless you are a GCE student. Are you a GCSE student or IGCSE student? IGCSE. IGCSE, both papers, calculator is allowed during the exam. Okay? If you are a GCSE student, calculator is not allowed. Okay? Is it clear? Yes, thanks. Also, another question before beginning. Okay, you can ask a question. And the things that we're taking it now, is this for Edexcel or Cambridge or Oxford? This is Edexcel. It's not Cambridge or Oxford. I guess okay. This topic, the topic ده موجود برضو في Oxford. التوبيك ده موجود في السيلابس بتاع اكسفورد برضه، تمام؟ اوكي 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 عندي هنا روت 27 ماينس 5 روت 3. At first I cannot simplify root 27 minus 5 root 3. Root 27 is not simplest. I should simplify it first by using the calculator. Root 27 equals to 3 root 3. Then 3 root 3 minus 5 root 3. Now I can simplify. 3 root 3 minus 5 root 3 equals to 3 root 3 minus 5 root 3. Negative 2 root 3. Negative 2 root 3. Negative 2 root 3. Okay? So, when you simplify thirds, they should be equal. Equal roots. Root 2 can be simplified مع root 2. Root 3 مع root 3. Root 5 مع root 5. Root 7 مع root 7. تمام? They can be added or subtracted. تمام? طيب احنا خدنا simplifying the thirds بالaddition والsubtraction، ما خدناش بقى
simplifying thirds بالmultiplication with division. When you multiply root A by root B, the result will be root A times B. Okay? لو أنا جيت قلت root 3 times root 2 هيديني إيه؟ root 6. لو أنا قلت root 5 times root مثلا 7 it will give root 35. Okay? And so on. So when you multiply roots, تمام؟ مش لازم يكونوا equal. أنا بمultiply numbers اللي تحت الإيه؟ اللي تحت roots. طيب if I multiply for example root 2a times root 3b هيديني ايه؟ root 6ab. Okay? When I multiply root a by root a and I multiply root by itself, the result بيكون ايه؟ هيكون a. ليه؟ لأن when I multiply root by itself and I multiply أي حاجة into itself, the result بيكون square. يعني it will be root a all power 2. والpower 2 والسكوير بيضيعوا بعض. السبب ايه؟ السبب ان السكوير روت عبارة عن half. power half. يعني root a ده كأنه بالضبط a to the power of half. times. root a ده يعني a to the power of half. when you multiply a to the power of half into a to the power of half, you're going to get a to the power of half plus half. يعني a to the power of 1. في multiplication we add the powers. فhalf plus half equals to كام? 2, 1. Okay? That's why when you multiply the root into itself, اللي بيحصل? خلاص مش بيكون في root. يبقى في عندي power a, power 1. Okay? والpower 1 مش بيتكتب. طيب. This is how to simplify roots by multiplication. طيب, how to simplify roots by division? يعني مثلا لو أنا جيت قلت root 6 divided by root 2. The same زي المultiplication. يعني كأنه root 6 divided 2, which is root 3. 6 divided by 2 equals to كام? Equals to 3. Okay? تعالوا بقى نعلى شوية. لو أنا جيت قلت root 10 divided by root 3 it will be root 10 over 3. لو أنا عندي root a over b ده هيكون بيساوي root a over root b. Okay? لو أنا عندي root a over b ده هيطلع ايه? Root a over root b. في rule بيقول ايه? ما ينفعش الدينومينيتور يكون irrational. ازاي? ده انا عندي root 10 over 3 ده عبارة عن root 10 over root 3. Root 3 is irrational. ما ينفعش الدينومينيتور بتاع اي fraction يكون irrational. Okay? ما ينفعش الدينومينيتور بتاع اي fraction يكون irrational. طب how to make the denominator rational? Rationalizing the denominator. Okay? Rationalizing the denominator. How to make the denominator rational? ازاي اخلي denominator rational? والله انا عندي two ways to make the denominator rational. في method one وفي method 2. هل التو methods ينفعوا في كل cases؟ لا. method 1 معمولة for a certain case وmethod 2 معمولة for a certain case. تمام؟ كل method معمولة الكيس مختلفة. اوكي؟ طيب method 1. method 1 دي معمولة لما يكون في عندي one term in the denominator. تمام؟ method 1 معمولة لما يكون في one term in the denominator وال one term ده is a third وال one term دوت ايه؟ root. يبقى method 1 دي معمولة لما يكون في one term في denominator بتاع الفراكشن
والون ترم ده يكون روت. طيب زي ايه مثلا؟ زي لو انا عندي 3 over 5 اوكي، انا عندي وان ترم في الدينومينيتور والوان ترم دوت ايه روت. لو انا عندي 2 over root 7 انا عندي وان ترم في الدينومينيتور والوان ترم دوت از روت. طب ازاي اخلي الدينومينيتور راشنال؟ يعني ازاي اتخلص من الروت اللي موجود في الدينومينيتور؟ احنا قلنا فوق when you multiply الروت into itself ايه اللي بيحصل الروت؟ الروت بيروح. احنا قلنا لما يكون عندي روت A times روت A هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ايه؟ لو عملت روت 2 times روت 2 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 2 and so on. طيب لو انا عندي 3 over روت 5 انا عايز اتخلص من الروت اللي موجود في الدينومينيتور، انا عايز اخلي الدينومينيتور rational. اوكي؟ ازاي اخلي الدينومينيتور rational؟ لما multiply الروت into itself الروت بيروح، بس ده fraction ما ينفعش ملتبلاي تحت في حاجه وملتبلاي فوق او اسيب فوق ما اعملوش ملتبليكيشن، لا انا لازم ملتبلاي تحت وفوق في نفس الايه في نفس الفاكتور. يعني if you multiply الدينومينيتور by root 5 يبقى لازم تملتبلاي النيوميريتور by root 5. يبقى انا هعمل تحت by root 5 وهعمل فوق by root 5، هيبقى عندي 3 root 5 over root 5 by root 5 بكام؟ ب 5. هو ده الانسر. يبقى الانسر 3 root 5 over 5. لو دخلناه على الكالكليتر، الكالكليتر على فكره كان rationalize the denominator اهو، بس by the way you will lose the method mark تمام، لان ده ليه work out، يعني انت هتلوز الدرجه بتاعه الورك اوت. لازم يشوف ان انت عملت تحت multiplying by root 5 وفوق multiplying by root 5. You can use a calculator بس for check. تطلع بتساوي 3 root 5 over 5. اوكي؟ يبقى الكالكليتر بستخدمه to make a check. لكن السؤال ده بيكون عليه 2 marks. One mark for rationalizing the denominator والمارك التانية عشان تعمل simplifying. يعني ايه؟ يعني اول مارك على ان انا اعمل تحت وفوق times root 5. والمارك التانية دي المارك الأولى إن أنا أعمل تحت وفوق times root 5، والمارك التانية بعمل باخدها لما بعمل simplifying 3 times root 5 3 root 5 وroot 5 times root 5 ب 5. كده أخدت 2 marks. طيب لو أنا عندي for example 2 over root 7 أوكي okay؟ I want to simplify this أوكي okay؟ I'm going to multiply تحت وفوق by root 7 times root 7 times root 7. 2 times root 7 2 root 7 root 7 times root 7 7. So the answer will be 2 root 7 over 7. يبقى method 1 دي ان انا بضرب فوق وتحت في الروت تمام، بستخدمها امتى؟ لما الدينومينيتور يكون فيه 1 term اوكي والترم ده بيكون فيه عليه ايه؟ عليه روت. طيب لو الدينومينيتور بقى فيه اكتر من ترم اوكي، فيه 2 ترمز بالتحديد، مش هيجي لي يعني 3 ترمز او 4 ترمز تمام. لو الدينومينيتور فيه 2 ترمز تمام، واتليست اتليست يعني ايه؟ يعني على الاقل اتليست one of them is a root او third يعني تمام. الدينومينيتور فيه 2 terms تمام، و one of the 2 terms at least root تمام. طيب how to get rid of this root؟ ركزوا بقى معايا قوي قوي في اللي انا هقوله تمام. لو انا عندي for example 5 over root 3 minus 1 تمام. طيب how to get rid of root اللي هو فوق ال 3 ده؟ ازاي to get rid of root 3؟ ازاي اتخلص من root 3 تمام؟ ازاي اشيل الروت اللي فوق 3؟ لو عملت times root 3 تحت و times root 3 فوق الروت مش هيختفي، لا ده لسه هيبقى الروت برضو ايه؟ موجود. ليه؟ بصوا ركزوا معايا في دي، تعالوا نجربها كده مع بعض. if I multiplied root 3
minus 1 by root 3. اوكي تعالوا نشوف هل الروت هيروح ولا لا عشان ايه نقتنع بالحته دي. root 3 by root 3 3. اوكي root 3 by negative 1 يبقى negative root 3. الروت ما راحش، هو اتنقل مكانه، يعني بدل ما ده يكون root 3 لا ال1 هي اللي بقت ايه بقت root 3، يعني still الروت موجود عندي. يبقى method 1 ما ينفعش استخدمها في الكيس التانية لما يكون في عندي two terms وat least one of them is a root. يبقى method 1 مش هتضيع الايه مش هتضيع الروت. طيب هضيع الروت ازاي؟ ركزوا بقى معايا في اللي انا هقوله ده. لو انا عندي two brackets بالشكل ده a plus b times a minus b without any workout I want you to tell me what will be the result of this expansion in 1 minute. h plus b squared. Excellent. Who's talking? Ala. Ala. Thank you, Ala. تمام؟ It will be a squared minus b squared. This is what? This is difference between two squares. This type of expansion is called difference between two squares. يعني ايه difference between two squares؟ الريزلت بتاع الاكسبانشن هيطلع لي، في حد تقريبا بيجاوب في الشات؟ اوكي. الريزلت بتاع الاكسبانشن هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن تو سكويرز وفي ديفرنس ان بتوين. تعالوا نعمل الاكسبانشن كده عشان نتاكد ان الريزلت will be a squared minus b squared. وفي النهايه خالص I'm going to relate this للدرس بتاعنا اللي هو الثيردز. A times A is equals to A squared. A times B is equals to negative AB. B times A is equals to BA or AB. They are both the same. B times negative B يبقى negative B squared. Minus AB plus AB هيبقوا cancelled. Okay? الريزلت هيبقى إيه؟ A squared minus B squared. يبقى whenever you have two factors. والtwo factors على فكرة كلمة factors تمام بتتقال على الحاجات that are multiplied into each other are called factors. يعني this bracket is a factor وthis bracket is a factor. ليه؟ لأن two brackets دولت are a are multiplied into each other. يبقى when you multiply two brackets أو two factors in each other تمام into each other والtwo brackets دولت are identical. يعني ايه؟ يعني انا عندي نفس الterms، ادي هنا a وb، هنا a وb، وعندي different signs in between، وعندي different signs in between. يبقى الresult بتاع الexpansion هيكون ايه؟ الresult بتاع الexpansion هيكون difference between two squares. يعني ايه؟ يعني a square وb squared and difference in between. minus in between. difference يعني ايه؟ يعني minus. اوكي؟ طيب حلو قوي. انا ليه بشرح ده؟ بنفس الطريقة انا هتخلص من root 3 minus 1. تمام؟ ازاي هتخلص من root 3؟ هmultiply by a factor. هmultiply root 3 minus 1 by a factor بحيث ان الريزلت يكون difference between two squares. هو ايه البريفليج اللي هتحصل لو بقى difference between two squares؟ يعني result will be root 3 all power 2 minus 1 power 2. لما اعمل root 3 all power 2 ال power 2 هيضيع الايه؟ هيضيع الروت. طيب which factor can I multiply root 3 minus 1 by it بحيث ان الresult يكون difference between two squares؟ which factor I want you to answer. a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. اوكي انت عندك هنا root 3 minus 1 صح؟ هن assume ان this is a bracket. which bracket I can multiply this into so the result will be difference between two squares. so the result will be root 3 all squared minus 1 squared. which bracket? Plus 3 plus 1. Who's talking? في حد قال root 3 plus 1.
Yes, root 3 plus 1. So I'm going to multiply the denominator by root 3 plus 1 وح multiply the numerator by root 3 plus 1. يبقى أنا ح multiply the denominator by root 3 plus 1 وح multiply the numerator by root 3 plus كام plus 1. حيبقى عندي 5 bracket root 3 plus 1 over اللي تحت دوت إيه difference between two squares هيديني root 3 all squared minus 1 squared. اوكي تعالوا بقى نسيمبليفاي. هيبقى عندي 5 root 3 plus 1 over هنا السكوير روت والباور 2 يضيعوا بعض. هيبقى عندي 3 minus 1 1 power 2 ب 1 مش ب 2 عشان ما حدش يقول لي 2. اوكي this is a common Sally mistake. 1 power 2 is كام؟ is 1. هيبقى عندي هنا 5 bracket root 3 plus 1 over 3 minus 1 بكام؟ ب 2. بالطريقة دي الدينومينيتور بقى ايه؟ بقى rational. اوكي؟ يبقى لما يكون في عندي 2 terms في الدينومينيتور و at least one of them is root يعني 1 term منهم root او 2 terms root تمام؟ بمالتيبلاي باي ذا فاكتور او بمالتيبلاي باي ذا براكت اللي بيخلي الدينومينيتور يبقى ديفرنس بتوين تو سكويرز. طبعا اللي بمالتيبلاي تحت بمالتيبلاي فوق بي اي مالتيبلاي فوق وتحت في نفس الايه في نفس الفاكتور تمام. طيب ليتس كونتينيو. someone is asking a question. Okay, can we simplify the numerator? Okay, Veronica. بصي هقولك حاجة. Of course, here we can simplify the denominator. تمام؟ بإن احنا نعمل expansion للdenominator. ليه؟ لأن مفيش حاجة تتكنسل. I cannot cancel the numerator مع the denominator. تمام؟ فyou can simplify it وبرضو you can leave it like that. يعني انت لو سبتيه كده أو عملتي له expansion, it is the same. Okay؟ Okay, Miss. Thank you. Okay, حبيبتي. Most welcome. Let's continue. Another example. Example. عندي 5 over root 3 plus root 2. ده type 1 ولا type 2? Type 2. أنا عندي 2 terms في الدينومينيتور وإحنا قلنا at least one of them is root. تمام؟ هنا انا عندي 2 روتس at least يعني على الاقل ف تمام يبقى تحت فيه 2 روتس يبقى ده type 2 تمام. طيب هعمل ايه؟ هملتيبلاي باي الفاكتور اللي يخلي الدينومينيتور difference between two squares. the quickest to answer this which factor I should multiply root 3 plus root 2 by so as the result will be difference between two squares. root 3 minus root 2. excellent. root 3 minus root 2. So I'm going to multiply the denominator by root 3 minus root 2. Well, numerator, I'm going to multiply it by root 3 minus root 2. Okay? In numerator, حيبقى 5 bracket root 3 minus root 2 over. In denominator, بقى حيبقى إيه? root 3 all squared minus root 2 all squared. اوكي okay. السكوير يروح مع الايه؟ السكوير يروح مع الباور 2 وهنا السكوير يروح مع الباور 2. هيبقى عندي 5 bracket root 3 minus root 2 over 3 minus 2 equals to كام 1. so the result will be 5 bracket root 3 minus root 2 which is 5 root 3 minus 5 root 2. I can leave it like that أو أعمل لها expansion. Okay? Another example. Another example. 5 أو 7 over root 3 minus 2. Okay? I want to simplify this. Okay,
and the quickest to answer. Which factor I'm going to multiply the denominator and numerator by? So as the result of the denominator will be difference between two squares. I multiply that by 8. Root 3 plus 2. Yes. Root 3 plus 2. When numerator times root 3 plus 2. It will be 7 bracket root 3 plus 2 over root 3 all squared minus 2 squared. It will be 7 bracket root 3 plus 2 over square root will power 2 يروحوا مع بعض حيتفضل 3 minus 2 power 2 which is 4. 3 minus 4 became negative 1. Okay, so the answer will be 7 bracket root 3 plus 2 over negative 1. Okay, when you divide by negative 1, كأنك بالضبط عملتي multiplying by negative 1. So the result will be negative 7 bracket root 3 plus 2. I can expand or I can leave it like that. Okay, we'll take another question. And Dr. when we are going to expand it, if the answer is going to be minus 7, 3 root okay, if plus... the question... Okay, if the question is just simplify, the question is just simplify or rationalize the denominator, تمام؟ حسبها زي ما هي. Okay, I will leave it as it is. Okay? لكن لو السؤال جاب another wording, وعايزها in a certain format, يعني بيقول لك simplify 7 over root 3 minus 2 and give your answer, اكتبها لك, and give your answer, يعني question جاء simplify 7 over root 3 minus 2 and دي تكملة ال question, give your answer, in the form, ركزي بقى في دي in the form A root B plus C. This form is an expanded form. Okay? So I should expand the brackets in this case. لأن هو فرض عليا إيه؟ form معينة للانسر. يعني فرض عليا إن الفاينل انسر يكون in a certain format. And give your answer in the form A root B plus C. This form ما فيهاش bracket. This is an expanded form, so I should expand. You got it ولا لا? If in the exam it is not asking and we had done it, is it is going to lose a mark? You will never lose a mark. You will never lose a mark. You will never lose a mark. مادام هو محدد لكيش الفورم, تمام? You will never lose a mark. Okay? Thanks. Sorry. Another example. This one is a little bit different. Okay, you can write it after me. Here, أنا عندي root 3 minus 1 times root 5 plus 2 وبيقول simplify. هنا هسimplify simply. هنا 2 brackets times bar. تمام؟ هنا مفيش rationalizing the denominator. It's not a fraction. Okay? So I'm going to simplify. This is a simple multiplication. I'm going to multiply out root 3 times root 5, root 15. Root 3 times 2 plus 2 root 3. Minus 1 times root 5 minus root 5. Minus 1 times 2 minus 2. And you are going to leave it like this. لأن مفيش like terms. مفيش like terms. أقدر أعمل لهم إيه؟ أقدر أعمل لهم addition. تمام؟ طيب. Another question. Another question.
عندي هنا for example عندي 3 over root 6 3 over root 6 how can I simplify this? This is type 1 ولا type 2? 1 type 1 ولا type 2? Type 1 1 yes this is type 1 I'm going to multiply by root 6 by root 6 so it will be 3 root 6 over root 6 times root 6 بكام ب 6 is it simplest the question now is it simplest no I should simplify so that the answer is in the simplest form. Is it simplest? No. طب ليه مش simple? ليه answer ده مش simple? علشان 6 و 3 ممكن نعملهم مع بعض. عشان 3 divided excellent. by 6 عشان اقدر اكنسل. Excellent. عشان هقدر اكنسل 3 مع 6. ركزوا بقى معايا في اللي انا هقوله. لما يكون النيوميريتور فاكتورز لما يكون النيوميريتور factors تمام فلازم اكنسل الكومن فاكتورز ما بين النيوميريتور والدينومينيتور ده لو في كومن فاكتورز وهنا في عندي كومن فاكتورز ما بين ال3 والايه ما بين ال3 وال6 فهكنسل باي 3 فيها ال1 هنا باي 3 فيها الايه ال2 تمام so the answer will be root 6 over 2 طيب can I cancel ال2 دي مع ال6 اللي تحت الروت لا cannot be cancelled is it clear Is it clear? Yes. Right. Very good. Another example. Okay. سؤال كده يا ريت تكتبوه معايا. لو أنا جيت كتبت for example 5 root 2 بقول write it in the form root A. عايز أكتب 5 root 2 في الform root A. ازاي اكتب 5 root 2 في الفورم root A ازاي ركزوا بقى معايا واحده اولا الفورم root A ما فيهاش حاجه multiplied by root من بره فبالتالي انا عايز اتخلص من ال 5 دي قالك ال 5 دي اي حاجه واقفه بره الروت بالمالتيبليكيشن اقدر ادخلها تحت الروت ما هي كانت موجوده في الاول تحت الروت بس طلعت ليه عشان هي كانت موجوده تحت الروت تو ذا باور اوف 2 يعني ال5 اللي واقفه بره دي في الحقيقه هي كانت موجوده تحت الروت تو ذا باور اوف 2 تمام فعشان كده طلعت بره الروت ضيع الباور 2 وخلاها تقف ايه تقف بره فانا لو عايز ارجعها تاني تحت الروت هرجعها بس تو ذا باور اوف كام تو ذا باور اوف 2 فهيبقى عندي 5 روت 2 ده عباره عن روت 5 باور 2 times 2 which is root 50 so the answer will be root 50 فلو في عندي اي number واقف برا root تمام اقدر ادخله تحت الروت بس يكون to the power of كام يكون to the power of 2 يبقى اي رقم واقف outside the root اقدر ادخله تاني تحت الروت بس يكون to the power of كام to the power of 2 تمام هكتب لكم كده example ده كان exam question جاء في exam تقريبا جون 2018 تمام I'm going to open it okay
الكويستشن ده متقسم لـ two parts اللي أنا هكتبه معاكم، تمام؟ This was an exam question. أول part من الكويستشن part A كان بيقول show that root 45 plus root 20 equals to 5 root 5. Show that in root 45 plus 20 equals to 5 root 5. I want to ask you a question. هل root 45 و root 20 simplest؟ لا, they are not simplest. هتشيك ات اوت على الكالكليتر. Root 45 equals to 3 root 5. So هكتب 3 root 5, مش هشتغل بروت 45, plus root 20 equals to 2 root 5. هكتب 2 root 5. هبدأ بقى simplify. 3 root 5 plus 2 root 5 equals to كام؟ 5 root 5. Proved. كده I showed the required واخدت كام درجة؟ درجتين. السؤال ده كان عليه 2 marks. فبيقولي show that in root 45 plus root 20 equals to 5 root 5. يبقى أنا هسيمبليفاي root 45 وهسيمبليفاي root 20. root 45 ب 3 root 5 وroot 20 بكام؟ ب 2 root 5. ف 3 root 5 plus 2 root 5 equals to 5 root 5. طبعا انت لو دخلتها على الكالكليتر هيطلع لك 5 root 5. مش مطلوب منك تستخدم الكالكليتر هنا. اللي مطلوب منك بس لو هتستخدم الكالكليتر هتستخدمه في السيمبليفاينج بتاع ال 45 ل 3 root 5 والroot 20 هتخليه 2 root 5 وهتجمع 3 root 5 plus 2 root 5 الانسر هيطلع بكام؟ 5 root 5. طيب part B بقى من الكويستشن. Part B من الكويستشن. Yes. How can I simplify? Yes, me. لا. How can I simplify? عنده question. Me. Yes. Can I? You can ask. How can we simplify it without using the calculator to make it The calculator, of course, you can. بس حالم. You can simplify it by factorization. You are going to factorize 45 and 20 as a product of their prime factors. You are going to factorize, okay, erase the B D عشان اشرحها without a calculator. 45, I'm going to factorize it as a product of its prime factors. 45 divided 5, 9, divided 3, 3, divided 3, 1. So, root 45 عبارة عن root 3 power 2 times 5, okay? Plus, root 20, I'm going to factorize it 20 as a product of its prime factors. 20 divided by 2, 10, divided by 2, 5, divided by 5, 1. So it will be root 2 power 2 times 5. لو أنا عندي root A times root B equals to root A times B. يبقى العكس صح. لو أنا عندي root A times B أقدر split it لroot A times root B. يعني this can be root 3 squared times root 5 plus root 2 squared times root 5. ال power 2 وال square root يروحوا مع بعض. ال power 2 وال square root يروحوا مع بعض. هيتفضل 3 root 5 plus 2 root 5 which is 5 root 5. Is it clear right now? Yes, thanks. Okay, you're most welcome. Okay, after part B. Okay, part B of this question. Express 2 over root 3 minus 1 in the form P plus root Q, where P and Q are integers, okay?
show you're working clearly. This is rationalizing the denominator. I have two terms for the denominator. One of them is a root. So I'm going to multiply in denominator and numerator by what? And I have 2 over one. Root 3 minus 1. I multiply تحت وفوق by a. Root 3 plus 1. Yes. Root 3 plus 1. وفوق by root 3 plus 1. The result will be 2 bracket root 3 plus 1 over root 3 minus 1 times root 3 plus 1. It will be root 3 all squared minus 1 squared. هيبقى عندي هنا 2 bracket root 3 plus 1 over هنا power 2 السكوير روت يروح مع بعض over 3 minus 1. 3 minus 1 became the 2. The answer will be 2 bracket root 3 plus 1 over 2. The question now, can I simplify 2D مع 2D? Yes or no? Yes. Can I cancel? Yes. Yes, I can cancel them. ليه؟ لأنهم factors. لأن 2D is multiplied into the bracket. تمام؟ عشان هم factors, I can cross them out. عشان النيوميريتور عبارة عن factors. لكن لو كان النيوميريتور مش factors, يعني إيه؟ يعني can expanded, I cannot cross it out. أنا عشان simplify وأعمل cancellation, لازم النيوميريتور يكون إيه؟ يكون factors. Okay? So the answer will be root 3 plus 1. هو عايزها P plus Q, فأنا هكتبها 1 plus root 3. هيبقى الانسر 1 plus root 3. Is it clear to all of you? في مشكلة في الكلام ده؟ تمام؟ Okay, let's continue. Another question, another exam question. Okay. Another question. Show that root 20 plus root 30 over root 3 can be expressed in the form root a, where a is an integer. Show all your working. Okay. First, هل root 20 في simplest or root 30 ولا لا? 20 لا بس هل root 20 في simplest? No. They are not simplest. Root 20 is 2 root 5. فأنا حكتب 2 root 5 instead of root 20 plus 30 عبارة عن إيه؟ هعمل root 30. It will be sorry, wait a minute. It's not 30, it's 80. Okay, root 80. It will be 4 root 5, okay, over root 3. I'm going to simplify. 2 root 5 plus 4 root 5, 6 root 5, over root 3. I want to simplify further. I want to rationalize a denominator. How to rationalize a denominator? Is it type 1 or type 2? Method 1. One. Yes, method one.
So I'm going to multiply the denominator and numerator by root 3. Okay, so the answer will be six root 15, لأن root 5 times root 3 بكام؟ root 15 over root 3 by root 3, 3. Can I simplify further? Yes, I can cancel 3 مع 6. 3 by 3 فيها الكام؟ 1 و 6 by 3, 2. هيبقى الانسر 2 root 15. ركزوا بقى معايا في اللي انا هقوله. This question, لو هو out of 3 marks, you are going to take 2 marks only. ليه؟ لأن هو طلب الانسر يكون in a certain form. بيقول ايه؟ بيقول لي express الانسر in the form root A, where A is an integer. الفورم دي is not root A form. ليه؟ لأن أنا عندي factor برا multiplied into root. طب هعمل ايه؟ هدخل ال 2 تحت ال root بس to the power of كام؟ to the power of 2. أنا قلت أي حاجة واقفة بالmultiplication أقدر أدخلها تاني تحت ال root بس تكون to the power of كام؟ of 2. فهيبقى root 2 squared times 15, which is root 60. يعني A is equals to كام؟ 60. Is it clear? Is it clear till now? Yes. Okay. You are going to take another question. Another simple one. If you have question like root 3, or 2 root 3 minus 1 all squared is equals to A root B plus C. Find A, B, and C. And the 2 root 3 minus 1 all squared equals to A root B plus C. I want to find A and B and C. طيب ركزوا بقى معايا واحدة واحدة. ده one of the famous questions in the exam, وده آخر type من questions. تمام؟ لما يكون في عندي شكل brackets بالشكل ده, أنا عندي 2 root 3 minus 1 all squared equals to A root B plus C. تمام؟ طيب. And I want to simplify, I want to find ال A وال B وال C. عايز أعرف ال A بكام وال B بكام وال C بكام. Step number one, I should simplify the brackets. يعني إيه؟ يعني I should expand the brackets. بعد كده بعمل إيه؟ بإيكويت الترمز. تعالوا نشوف الأول يعني إيه بإيكسباند وبعد كده إزاي بإيكويت. لما يكون في عندي bracket to the power of 2, يا إما بعمله two identical brackets times each other, يا إما بكون حافظ expansion quadratic trinomial. يعني إيه؟ أي bracket to the power of 2, لو أنا عندي A plus B all to the power of 2, ده بيطلع how many terms؟ بيطلع 3 terms, 3 famous terms. بيطلع A squared first term to the power of 2, last term to the power of 2 plus B squared, وأول term وآخر term بيكونوا positive. ولو هنا middle sign positive فالmiddle term كمان بيكون positive, لأن middle term بيتاكن middle sign. تمام؟ طيب الميدل ترم بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن اول ترم times تاني ترم times 2 a times b times 2, يعني الانسر هيبقى 2ab. يبقى ال 3 terms بتوعي a squared plus 2ab plus b squared, اي bracket to the power of 2 بيجنريت 3 terms. نفس الكلام لو انا عندي A minus B all squared. The first term هيكون plus A squared. The last term هيكون plus B squared. The first and last terms لازم يكونوا A positive. طيب والmiddle term will take the middle sign. It will be negative. يبقى minus 2AB. Okay? Minus 2 times 2 terms times bar. Okay? أدي ده الانسر. طيب 3 terms دولت جم منين؟ في الواقع
أي bracket to the power of 2 I can make it two identical brackets times each other. أي bracket to the power of 2 أقدر أخليه 2 identity A plus B all squared. دي أقدر أخليها A plus B times A plus B وأعمل expansion. لو أنا عندي A minus B all squared أقدر أخليها A minus B times A minus B. 2 identical brackets في كل حاجة, في signs وفي terms وفي كل حاجة. تمام؟ تعالوا نexpand كده ونشوف هل هيطلع A squared plus 2AB plus B squared ولا لا. A times A is A squared. A times B is AB. B times A is AB برضو. B times B is B squared. فالانسر هيطلع A squared plus 2AB plus B squared. ده الانسر. اوكي؟ طيب اللي بعده نفس الكلام. A times A is A squared. A times negative B negative AB. Negative B times A negative AB برضو أو BA they are the same. Negative B times negative B plus B squared. A squared تنزل minus AB minus AB minus 2AB plus B squared. ده الـ expansion. تمام؟ طيب حلو قوي. تعالوا بقى نرجع للسؤال بتاعنا. يبقى احنا عرفنا ان اي bracket في 2 terms, تمام, raised to the power of 2 هيطلع لي how many terms؟ هيطلع لي 3 terms. اوكي, 3 famous terms. طيب تعالوا بقى ن expand و simplify the left hand side. هيبقى عندي first term power 2, هيبقى عندي هنا 2 root 3 power 2 which is 12. يبقى اول term power 2 هيطلع 12. طيب الـ last term power 2 هيبقى plus 1. اوكي, والميدل term هيبقى negative. الميدل term عبارة عن ايه؟ عبارة عن الترم ده times الترم ده times 2, يعني 2 root 3 times 1 times 2, يعني minus 4 root 3. اوكي, I'm going to simplify further. 12 plus 1 became 13, فهيبقى عندي 13 minus 4 root 3. ده الريزلت بتاع simplifying. تمام؟ طيب 13 minus 4 root 3 المفروض ان هو بيساوي A root B plus C. فهرتب الترمات بحيث ان يبقى عندي root هو الاول عشان يبقى نفس الشكل. يعني A root B plus C المفروض ان هو بيساوي الريزلت بتاع simplifying this اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو عبارة عن negative 4 root 3 plus 13. negative 4 root 3 plus كام؟ plus 13. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز ال A وعايز ال B وعايز ال C. اوكي؟ طيب ال A هتكون بكام؟ ال A هتكون ب negative 4. طيب ال B هتكون بكام؟ ال B هتكون ب 3. طيب ال C هتكون بكام؟ ال C هتكون ب 13. اوكي؟ يبقى انا بايكويتد تيرمز, بايكويت الايه التيرمز. انا المفروض عندي a root b plus c بتساوي negative 4 root 3 plus 13. يبقى لو ده root b و root 3 يبقى ده ال b بتساوي كام؟ 3. طيب انا عندي a times root b, يبقى لو هي a multiplied into root يبقى وال negative 4 multiplied into root يبقى ده a بتساوي ايه؟ بتساوي negative 4. طيب اللي ما فيهوش روت, الترم اللي ما فيهوش روت سوى مين؟ C. يبقى then C equals to كام؟ 13. طيب بصوا, this is the end of our class. اوكي, طبعا الناس اللي ان شاء الله الجروب هيكمل, هنتفق مع بعض على المواعيد دلوقتي. يعني احنا كده خلاص الكلاس بتاعنا يعني خلاص. فعايز اعرف ايه المواعيد اللي انتوا فاضيين فيها. تمام, يعني مثلا الاربع الميعاد بتاع النهارده ده بالنسبه لي مناسب جدا, فممكن نخلي كل يوم اربع الساعه 6. Is it fine to all of you الاربع 6؟ ينفع نخليها من 5, مفيش مشكله. انتوا عايزينها 5؟ انا عندي درس تاني من 4 ل 6.
عندك درس من 4 ل 6. طيب لا يبقى خلينا من 6 احسن. أيوة. اوكي زي ما احنا. يبقى احنا وينزداي الساعه 6 تمام. طيب الميعاد التاني هيبقى يوم الجمعه اوكي الساعه يوم الجمعه الساعه 8 بي ام كايرو تايم. Is it fine ولا مش fine? Is it fine? Actually, teacher, now I'm in year 9, so it doesn't matter to me. What? Actually, now I'm not an IG. I just had entered to know how I'm going to be the process the next year, so it doesn't matter for me. يبقى احنا Wednesday الساعة 6 اوكي و Friday الساعة 8 اوكي. Is it fine to all of you? طيب هنتفق على الميعادين دول ثابتين و later on we are going to add another date. اوكي هتعملوا contacting لميس نورهان اوكي ميس نورهان امين او ميس نورهان عصام to join the group okay the WhatsApp group and the Google Classroom. Okay, see you next class.